حياكم الله يا مكتب مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن عدد المشاريع المتوقفة خلال الحكومات السابقة في جميع المحافظات بلغت 732 مشروعا متوقفا. وقالت اللجنة إن سبب توقف تلك المشاريع كان لعدم وجود تخصيص مالي لها أو إشكالات قانونية، مما دفع الحكومة إلى الدعم واستئناف العمل في تنفيذها، حيث أنجز قرابة 65% من المشاريع الخدمية في كافة المحافظات. وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في 28 من نيسان الماضي أن المشاريع المتلكئة في العراق تبلغ نحو 1452 مشروعا. أقرت لجنة النفط والغاز النيابية بوجود قضايا سياسية كثيرة تؤخر إقرار قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة علي المشكور إن هذا القانون يقبع حتى الآن في رفوف الحكومة، معتقدا أن مسألة تأخير الإقرار تكتنفها جانبات سياسية كثيرة وليست اختلافات مهنية أو فنية. من جانبه استبعد عضو اللجنة باسم نغيمش الغرباوي إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية. كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري أن التلاعب وسرقة الأموال ورموز البطاقة الإلكترونية والتحويلات المالية يكون من خلال الموظفين في الشركات والأنظمة وليس المصارف، على اعتبار أن المصارف هي الجهة التمويل فقط وليس لها علاقة بالأمر. وأشار النائب إلى أن هناك لجنة تحقيق مشتركة شكلت بين اللجنة المالية ووزارة المالية والمصارف في هذا الأمر، بعد تضرر الكثير من الموظفين والمواطنين من سرقة رواتبهم والأموال المودعة في البطاقة الإلكترونية. وأكد أن هذه الجرائم المالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى إضعاف الثقة بين المواطنين والجهات المالية. خفض العراق إنتاجه النفطي بما دفع إلى تخفيض الصادرات بنحو 6% فضلا عن تخفيض الاستهلاك الداخلي، والذي يعني به استهلاك تكرير المشتقات النفطية في المصافي. وبحسب خبراء فإن ذلك سينعكس على توفر المشتقات في المحطات، مع بدء وجود مؤشرات أولية على شحة في وقود الغاز بدأ يشكو منها بعض المواطنين وأصحاب المعامل. وقالت وزارة النفط في بيان لها إنه بناء على التزام العراق بقرارات مجموعة أوبك بلس فقد تم تخفيض الصادرات النفطية كما تم تخفيض الاستهلاك المحلي. قال مدير إدارة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير البيهاوي، قال إن صادرات البلاد إلى العراق وصلت إلى أكثر من 4.5 مليار خلال 5 أشهر. وأضاف البيهاوي أن أهم ما يتم تصديره إلى العراق هو الغاز والسائل والصلب والسلع البتروكيماوية بأنواعها ومواد البناء والمواد الغذائية، مضيفا أن أغلب البضائع المستوردة من العراق هي خردة الحديد والألمنيوم وبعض المنتجات النفطية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية برموج الزي الاقتصادي بأمان الله.